بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. دعوني أتأمل معكم نفحة بيانية رائعة في هذه الآية الكريمة لندرك دقة وعظمة وروعة هذا الكتاب العظيم. عندما وصف الله حال الجبال يوم القيامة قال عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. استخدم هنا لا ترى فيها، لم يقل لها، قال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لماذا؟ طبعا هذا أمر منطقي، فبعد أن يدمر الله تعالى الجبال ويجعلها مستوية لا يمكن أن نرى فيها أي عوج أو ارتفاعات أو وديان أو منخفضات أو غير ذلك. ولكن عندما وصف الله كتابه الكريم لم يقل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل فيه عوجا، قال ولم يجعل له عوجا. لماذا؟ ليدلنا على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون فيه عوج بذاته، وكذلك لا يتطرق إليه العوج من خارجه من خلال التحريف، فهو سليم من الإعوجاج سواء في الماضي أو في المستقبل، ولا يمكن أن يحدث له هذا العوج بتحريف أو بتبديل أو تغيير. فاستخدم كلمة له، وهي في اللغة أقوى بكثير من كلمة فيه، لذلك قال ولم يجعل له عوجا لينفي عنه أدنى تحريف. والله إن الذي يتأمل هذه الدقة على مستوى الحرف لا يسعه إلا أن يزداد إيمانا بهذا الكتاب العظيم.